رجعنا لكم من جديد في استاد لاكاب وفي هذا الجزء الاخير اكيد في متابعه لمباراه الاكوادور وقطر الى حد الان الى حدود الدقيقه 80 المباراه حاليا نتيجه المباراه 2-0 لصالح المنتخب الاكوادوري. اكيد تحيه كبيره برشا لكل الفريق العامل اللي رافقنا اليوم في برنامج استاد لاكاب، اولهم المخرج علي المديني، ايضا فتح خمير في الاخراج الرقمي، محمد صالحيه وبهويسه في الاعداد، حذري بوشيبه زميلتنا في قسم الاخبار، واكيد في استقبال تليفوناتكم محمد الشاوش مشكور جدا ايضا. نعاود نرحبوا من جديد بدليا بن حموده، وسهلا بك دليا. مرحبا بك كابتن مستمع. شكرا دليا بن حموده، ايضا وليد بن حاحه من جديد اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. مشكور جدا وليد بن حاحه، ومشكورين كل الفريق العامل في برنامج استاد لاكاب، ايضا في متابعه لمباراه قطر والاكوادور. الى حد الان الفريق العربي فريق المنتخب القطري منهزم ب 2-0 امام المنتخب الاكوادوري، والان عندنا مباشره من قطر مع زميلتنا انصاف الوسلاتي مباشره من قطر. اهلا وسهلا بك انصاف. اكيد انصاف الوسلاتي على عين المكان مباشره من قطر في يوم كبير برشا للرياضه العالميه، في المونديال الأكبر والتظاهر الأكبر في العالم، نحكي على مونديال قطر، حفل افتتاح كنا شاهدناه منذ قليل، حفل متميز يشرف، نحكي على فريق عربي ومنتخب عربي وبلاد عربية قطر، حفل افتتاح متميز. يظهر لي احنا نحكيو شويه انصاف، نحكيو على الجماهير التونسيه اللي اعطت رونق سبيسيال شويه في الكوب دو موند هذيا، حضور جماهيري تونسية سواء للجالية التونسية الموجودة في قطر أو أيضا للي سافروا لقطر خصيصا باش يشاهدوا المونديال، هذه يظهر لي أجواء كبيرة برشا للتوانسة في قطر. انصاف يعني السلطة التونسية، هنا نحكي على وزارة الثقافة أيضا وزارة السياحة تقريبا وأخيرا تفاعلت شوية وذلك فما استعدادات لكأس العالم بالتنسيق مع الجماهير التونسية هناك. باهي انصاف، نحكيو شويه على مباراه الدنمارك ونحكيو على حضور الجماهير المرتقب للجماهير التونسيه في مباراه الدنمارك. تقريبا نجم نقولوا 40,000 تونسي مش يكونوا متواجدين في مباراة الدنمارك.
ان شاء الله ان شاء الله. انساف انت انساف بروسلاتي مش تكون موجوده في مباراه الدنمارك ولا واضح واضح واكيد لا حقيقه الحق فما شويه غيره حتى في البلاتون تحسهم غيرين شويه من حضور من حضوركم في عايشك عايشك انساف. وليد عندك سؤال لانساف البسلي؟ انا جست حبيت ناكد اسك وزاره السياحه تفاعلت معها ولا لا في في التنشيط وفي الببليسيتي للبلاد في التظاهر كيما هي انساف. والله بس يعني واضح واضح انساف. واكيد نجم نقول على انساف الوسلاتي سفيره في قطر وحتى الجماهير التونسيه اللي قاعده تعطي في صوره متميزه هنا في قطر على تصويره حلوه برشا تصويره للشعب وللجماهير المتحضره الجماهير اللي تشجع في كنف الروح الرياضيه وفي كنف الاحترام. مره اخرى انساف الوسلاتي مشكوره جدا على تدخلك معنا اليوم في برنامج استاد اللايكاب وعلى امل اللقاء بك قريبا انساف. مشكور مشكور جدا انساف المسليتي على تدخلها معنا اليوم في برنامج استاد الكاب. نفكر بمباراة الاكوادور قطر تقريبا مباراة على مشارف النهاية من مباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 والمنتخب الاكوادوري مازال متقدم بهدفين لصفر امام منتخب البلد المضيف منتخب القطري. بلي بن حموده يظهر لي حسمت الامور في المباراه هذه. صراحه حسمت الامور 100% برشا بوجود شي تكنيك من قبل المنتخب القطري. تحسهم مرعوبين ما فهمتش شنو بالضبط ماتش كوره. لا هو حتى وليد البكري اكد على معلومه مهمه جدا المباراه هذه تلعب ذهنيا اكثر. ذهنيا ما عاد ذهني وين نورمالمون منتخب كبير كما المنتخب القطري بالتحذيرات اللي شفناه. نورمالمون من احسن المعدين الذهنيين اللي يكونوا موجودين في المنتخب القطري خاطر معروف كيما قال وليد الماتش الاول ديما ماتش باش تعدى كبير كي سوا تحذيرات كي سوا فنيا تكنيك كل شيء نورمالمون معناتها باهي واضح ذهني وين. نحكيو شويه على المنتخب التونسي نحكيو شويه على المنتخب الوطني التونسي قبل المباراه اكيد مهمه جدا قبل مباراه الدنمارك يوم الثلاثاء ونأكد علي المديني مش يكون حاضر معنا يوم الثلاثاء في نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الدنماركي. وليد بن حاحة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي جلال القادري تقريبا اللمسات الأخيرة اليوم في الليل الحصة التدريبية اللمسات الأخيرة لمباراة الدنمارك التشكيلة الأقرب يظهر لي بداية البال يمكن نرجع لمباراة إيران نشوف مباراة إيران تقريبا نجمو نحكيو على التشكيله الاقرب الخطه التكتيكيه واضحه باش نلعبو ثلاثه مدافعين في المحور التشكيله ايضا باستثناء اسم ولا زوز بارابور مباراه ايران حنا بعل المجبري والا انيس بن سليمان ايضا نجمو نحكيو على علي العابدي والا علي معلول والباقي الكل تقريبا مباراه ايران التشكيله هذه هي مشكون اساسيه في مباراه الدنمارك. لا احنا نعرفوا مقبل مقابلة إيران اللي هو باش يرجع بثلاثة في المحور أنا جست حاجة برك لازم أنا كسير الكوش في بثلاثة في المحور يلزم إذا يتصرف ما منيشش ندخل أنا في تفاصيل ولا باش نقول لك شنو الفورماسيون اللي باش تهبط إذا باش يلعب بثلاثة خمسة اثنين فما حاجة مهمة برشا في لي دو زيكسونتري اليمين واليسار والزوز اللي باش يلعبوا اون بوانت اذا كان باش نلعب بوهبي الخزري وباش نلعب بيوسف المساكني انا اللي نخاف منه كانوا يجبدوا على الكولوار ويسكروا المنافذ لي دو زيكسونتري وقتها تولي لنا مشكله كبيره. انا خير
انا ان جوور دو بوانت ومعاه يوسف المساكني وماذا بيا ديما شكون الجوار هذا وليد وقتها باش نخسر حسام الجبالي باش نخسر يوسف المساكني 100% خاطر لما شفناه يوسف المساكني في وسط تيران ضعيف معناتها ما عطيهش انا نحكي لقدام رول اوفنسيف تبع فيا لا لا فهمتك انا قلت لك شنو 3 5 سنين السنين اللي القدام لو باش ياخذوا الاجناب لي دو زيكسونتري شقاو الكلوارات مسكره في المونتي وانا ذا مانيش نخاف اذا يلعب يوسف ويلعب سليتي ونستبعد شويه باش يلعبهم زوز هذا زوز ديفونسيف انت يوسف باش يكون باهي انت في الروبلي ديفونسيف تتصور معناتها الخضري ويوسف المساكني باش ينجموا يعاونوك ولا ينجموا يعديلوا 90 دقيقه ما نجموش احنا انا اللي ماذا بيا الاسماء ما تمنيش الشيما تكتيك واضحه في ذهنه يا اخي الملاعب اللي عنده اكثر ماتشوات في ساقيه هو اللي يلعب وراك تلعب ضد منتخب الدنمارك بعد نحكيو عليه الشيما تكتيك واضح اما اللاعبين ماهوش واضحين تو خاطر اذا تقولوا على التشكيله نتاع ايران لا باش تكون التشكيله مختلفه علاش داري نجم نعطيك التشكيله نادي الغندري بنسبه 90% نعم بنسبه 90% نعطيك التشكيله الاقرب باش تكون موجوده في مباراه الدنمارك اعطينا مثال هيمن دحمان في حراسه المرمى اوكي في على اليسار الاقرب علي العابدي الاقرب علي العابدي في محور الدفاع منتصر الطالبي ديلان براون و ديلان براون على اليمين ونادر الغندري يعني ثلاثه يكون في محور الدفاع منتصر الطالبي الغندري اكسيال في محور الدفاع وديلان براون على اليمين على الجهه اليمنى مش يكون فكرني في دراجر على اليمين محمد دراجر على اليمين في وسط الميدان الياس الصخيري عيسى العيدوني امامهم انيس بن سليمان والمساكني والخزري في الهجوم صراحه هذه النجم نقول لك بنسبه 90% وليد راهو انا نتمنى خاصه الخزري ما ننتظرش منه حاجه كبيره في اللونتام دي ماتش شوف عندك خزري وسليتي فوميو تستعملهم انا نجم وليد احنا مراكز ديسبوزيتيف سامحني محمد خويا ديسبوزيتيف بتاع ديفونسيف يا احنا حاشتنا بجوار اتاكون دي اتاكون رابيد باش نعملوا لي كونتر على الوهبي ماهوش باش يعطيك اللي حاشتك خلينا نكونوا بوزيتيف ان كان نرجع مثلا لمقابلة نيجيريا اللي هي امبورطونت وتعدينا بها في الكوب دافريك الى تريبيان جيري الماتش نتاعه وجل القدر اليوم هو يعرف روحه قال لي وهبي ما كانش موجود فيها اه اليوم ورغم الموقع اللي عنده بالكوفيد والى اخره اليوم هو امام فرصه يعرف روحه مليح مليح كونه هو المسؤول الاول والاخير على النتيجه وريت النتيجه ضالي هذه راه باش تحدد له مصيره تذكر كلامي هذا نتيجه اللقاء الاول باش تحدد له مصيره عادي يصير لنا كيما صار في الكاسبرزاك في نتيجه اللقاء الاولاني مهم ياسر كسوا لينا احنا كتوانسه كسوا للملاعبيه كسوا للمدرب تكنيكمون وتكتيكمون هو عنده ليزاتو كل اللي لفي سيشوا تحمل مسؤوليته وكلام البافيور بقير غير بقير اربع جول مش اربع جول هو تو المسؤول الاول والاخر احنا عندنا بيناتنا 90 دقيقه نلعب ضد منتخب دنماركي منظم برشا في 6 لقاءات الاخيره خسر كان زوز لقاءات ضد نفس الفريق ضد خسر انتصر على فرنسا ذهاب وإياب انتصر على فرنسا ذهاب وإياب وخسر أمام كرواتيا خسر نفس تعليل وتور ضد كرواتيا ضد كرواتيا الأربع لقاءات الأخرين انتصر فيهم ويلعب بطريقة لعب واضحة برشا 4-3-3 الكرة السكندينافية تقدمت وتحسنت الأسماء معروفة خاصة التريو نتاع وسط الميدان نتاع وليد عنده مشكلة في البلاريتي تفرجت فيهم شوية على المنتخب الدنماركي عنده مشكلة حتى تقريبا كل الأهداف اللي قبلها يقبل من الركنيات إذا ما يسجلش برشا عندهم لي بوان فور نتاعهم هي البلاريتي إذا جيت باش نقول إريكسون في البلاريتي يلعب ديما لي بلاريتي نتاعو في أنا نقول تروازيام بوتو نقول الدوزيام بوتو البعيد وترجع الكرة بالراس الدوزيام بال والهدف وسجلوا كي ضد فرنسا أغلبية الأهداف نتاعهم بالطريقة هذه خط الهجوم نتاعهم مش مخطر أغلبية اللاعبين نتاعهم مش كومبيتيتيف اللي يلعب في برونش فايغ واللي يلعب في اسبانيول ما مش دي جوار معناتها تالونتيو لدرجة كانوا
باش نخافوا منهم نمنوا بالحظوظ نتاعنا. نعاود نقول لك مهما كانت الحداشه اللي باش تهبط يا اخي هو مسؤول على النتيجه هو ملعبيته ويدواف معناتها مش عندنا وقت وايد بسرعه معناتها يلزم يشرفوا تونس يلعب 90 دقيقه اختاني من العقليه نتاع اللعب 10 دقائق من الضغط الضغط انا حبيت اسال عليك نسال محمد علي انت كنت ملاعب سابق وحتى حضور الجماهير التونسيه انصاف الوسلاتي قالت لنا يمكن يوصل ل 40,000 متفرج تونسي بمباراه الدنمارك ينجم ياثر حتى سلبيا على الملاعب وقت لا صراحه على اللاعب التونسي خاصه اللاعب التونسي خاطر باش يكونوا كانوا يلعبوا في تونس بعد اللي سمعناه كل شيء باش تكون حاجه بوزيتيف لان نحن مش نيجاتيف وباش تعاوننا بالكذا واضح واضح محمد علي بن حموده ومره اخرى تحيه كبيره برشا لكل الفريق اللي رافقني اليوم في برنامج استاد لاكاب علي نديني في الاخراج ايضا فتح خمير بارك الله فيه يعطيه الصحه تعب معنا اليوم في الاخراج الرقمي محمد صبالحيه وهبي هويسه في الاعداد حذامي بوشيبه زميلتنا في الاخبار محمد الشاوش في استقبال تليفوناتكم مشكورين جدا مشكور كل فريق عمل استاد لاكاب واكيد ان الرياضه تتواصل على راديو كاف افلام وموعدنا يوم الثلاثاء بدايه من الساعه الواحده بعد الزوال في متابعه لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الدنماركي دالي بن حمودة أيضا وليد بن حاحة مش يكونوا حاضرين معنا في برنامج الكاب مونديال نو في متابعة لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي بطبيعة الحال ما ننساش علي المديني المخرج رقم واحد أيضا فتح خمير مش يكون حاضر معنا وكل فريق عمل استاد الكاب مش يكونوا حاضرين في مباراة تونس الدنمارك ومع نهاية أيضا مباراة المنتخب الإكوادوري والمنتخب القطري هزيمة أولى للمنتخب العنابي منتخب قطر 2-0 أمام كما قلت منتخب الإكوادور حظ أوفر لمنتخب قطر أيضا شفنا حفل افتتاح كيف المستوى حفل افتتاح يليق بدولة عربية إسلامية دولة قطر اللي قدمت صورة متميزة للعرب وللمسلمين في حفل الافتتاح مشكورين جدا لكل اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 نحن بطبيعة الحال هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج استاد الكاب ملتقانا وإياكم يوم الثلاثاء من هون الوقت أتمنى لكم أطيب الأوقات وانتحى على راديو كاف افام وإلى اللقاء. أسمعني.